هاد الفيديو هذا بحال شي ريفيو، غادي نوريكم داك سكرول سو اللي شريت من السوق، كنت خديته ب 200 درهم. غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو، ولا شتي اصلاح، شنو تقدر دير به، وكيفاش درت تبدلت ليه اللاما ديالو اللي لقيتها تمحات وما لقيتهاش عند درو غري ولا في شي بلاصه واحده اخرى. قبل ما نوريكم كيفاش يخدم، غادي نحيد هاد اللاما هادي من هنايا باش نبدلها، لحقاش تمحاو ليها السنان. خديت هاد المنشار هذا معاه ربعه ديال اللامات هادوها بحال اللي كاينين في هاد سكرول سو، ولكن المشكل هو انني لقيت هادوها طوال كما تشوفوا. هذا فيه 13.2 سنتيم، وهذا فيهم 15 ديال السنتيم. سو فكرت باش نقطع هذا من هنايا ونردو قد هذا. سكرول سو تيصلح باش انك تقدر تقطع شي تقاطع بيكونوا معوجين دايرين شي بلاصه اللي ما يقدرش المنشار يدخل ليه، بحال هذا المثال. تقدر دير به بزاف ديال الحوايج، تيصلح للدي اي وايز. انا بغيت نقاد به واحد اللايت بوكس بالليلاد، غادي يكون بروجي قريب ان شاء الله. هادشي اللي عندي دابا على سكرول سو. الى عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح ولا شي حاجه، خليوه لي في لي كومونتير لتحت. واللي بغيت نقول لكم، تتمنى تسيبورتيو هاد لاشين هادي باش نقدر ندير بروجيات واحد اخرين ونطور من المحتوى. غادي تلقاو كاع المعلومات الشخصيه ديالي لتحت في الديسكريبسيون. اللي بغى يكون بيتريون في لاباج بيتريون ديالي، اللي بغى يتبرع ولا شي حاجه، راه كاين الكونت ديالي في سي اش بونك ولا في باي بال، ولا اللي بغى يصيفط لي شي ميساج ولا شي رساله ولا شي حاجه، راه كاينه لادريس ديال البواط بوستال حتى هي لتحت في الديسكريبسيون. شكرا لكم بزاف، وتهلاو حتى الفيديو الجاي. Peace.